مساء الخير لكل محبي الرياضة وكل متتبعي مباريات بطولة XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة الفاينل فور من هالبطولة يلي عم توصل على أيامها الأخيرة. المباراة رقم 122 ما بين الحكمة والرياضة بتاريخ لقاءاتهم من وقت أول لقاء جمع هالفريقين سنة 1994 بآب 1994. هيدي المباراة عم بتكون رقم 18 بإطار مبارياتهم بالفاينل فور. الحكمة والرياضة التقوا قبل هلأ خمس مرات بالفاينل فور، وبالتالي اليوم هوية المتأهل إلى الفاينل رح تتحدد. هل الرياضة رح يقدر يتخطى الحكمة للمرة الرابعة بالفاينل فور، أو الحكمة رح يقدر يعمل الستوب للرياضة ويقول له لا ما فيك تتأهل حتى على أرضك بالمنارة بقاعة الرئيس صائب سليم؟ ولكن اليوم الظروف منا طبيعية أبدا بفريق نادي الحكمة. بداية الحكمة عم يلعب فقط بخمس لاعبين، ثمان إصابات بنادي الحكمة، وللأسف كان عندنا لاعب اليوم كمان تستد بوزيتيف بكورونا ببداية هذه المباراة. نتمنى له السلامة من فريق نادي الحكمة. قبل ما نبلش نحكي أرقام أكثر ونحكي تفاصيل أكثر بهالمباراة، جايال صارت جاهزة لتبلش بمقابلاتها قبل انطلاقة المباراة. إلك جايال. يعني صبحي مثل ما عم بتقول يلي عم بيصير مع نادي الحكمة مش طبيعي ومش مقبول، يعني شو هالحظ يا جو؟ أول شيء بونسوار. حظ ليك بالنتيجة، في إرادة ربنا ونحن متكل على الله. اليوم ما بعرف إذا عرفوا الجمهور مايك حداد تست بوزيتيف، سو ما فينا نلعبه، وعندنا جوني نمر أصلا نحن سبع لعيبة من هديك الجيم، وجوني عنده عوارض الكورونا إن شاء الله لا، سو فل على البيت. نحن عم نلعب بخمس لعيبة بغض النظر، عندنا إصابات نديم سعيد عنده بحصة، علي مزهر ده شرير بفخده، تياغو مخلوف موقوف من القرار من اتحاد من الفيبا، روني فهد فاشيا بإجره، شو بعد عندنا؟ يعني ما قلت فوت تلعب انت هلا؟ ايه لو ما تيابي اكيد، وفيليب اي سي ال يس، بس انه نحن جايين نلعب، كنا محضرين لغير شيء، بس لسوء الحظ هذا السيناريو مجبورين نلعب. عم نلعب بثلاثه بيك جايز وتو جاردز، سو ويل دو اور بيست لليوم. يعني جو اكيد بنتمنى لكم كل التوفيق، بس اكيد في منطق اليوم شوي انه خمس لعيبه على ارض الملعب، اكيد في ادفانتج لفريق نادي الرياضه. شو بدك تقول لكل جمهور نادي الحكمه يلي سندكم كل هيدا السيزون وانتم عملتوا اللي عليكم وقدرتوا تفوتوا على الفاينل فور بفريق صغير؟ البعض قال انه فريق الحكمه ما رح يقدر، وقدرتوا بغض النظر شو صار هلا بالسري، كمان فريق رياضي فريق كبير ومحضر كثير كمان. كتر خير الله لك كل السنه، كتر خير الله، نشكر الله على كل شيء. مزبوط جمهور الحكمه بدي اشكره على كل الدعم للعيبه وللفريق. كنا بنتامل نعمل غير شيء اليوم، بغض النظر لو كنا كاملين اكيد فريق رياضي فريق كبير، بس بعتقد بثاني جيم قدمنا مستوى كثير منيح، فريق عم يتحسن ستيب باي ستيب، بس لسوء الحظ جينا طلعنا ما بدي كالسربريز، منيح اللي اجت هلا مش قبل. نتمنى لمايك السلامه ولكل اللعيبه. اكيد جو شكرا لك، يعني بدنا نتمنى السلامه لكل اللعيبه. كوتش جورج بدك تعطي لعيبه اليوم لكوتش تعطي من عنا لا مسحة. يعني كوتش اليوم المنطق رح يفرض نفسه، اكيد انتم عندكم افونتاج كثير كبير، خمس لعيبه بس ما عنده روتيشن ابدا كوتش جو، مع العلم انه قدموا جيم 2 فيري بيج جيم، كان في ضياع بصفوف نادي الرياضه. كيف محضرين لجيم اليوم خاصه بالاوتسايد جيم؟ يعني شفنا هيك كانوا كثير في قله توفيق بعض الاوقات. ليكي قلنا كم كذا جيم ما عم تكون البرسنتج تبعنا المعتاده، شوطتنا ما عم تكون هي ذاتها. الشباب شوي صغيره كانوا عم بيعتلوا هم الانجريز والفينال، نادي الحكمه كان عم يجي اندر دوغ علينا، هيدا شيء كثير ساعدهم، فاتوا ظهرهم مرتاح، ظهرهم للحياه مرتاحين، سو ذي اتاكت اس وكانوا محضرين كثير وقدروا يعملوا اذا بدي كايند اوف مفاجاه يعني بالنسبه لفريق حكمه فريق رياضي. محضرين كثير منيح، بدنا نجرب نخلص السري باقل اصابات ممكنه واقل كورونا ممكنه، فليتس هوب يقدر يخلص الجيم باقل اصابات. بس سؤالي لك، رح تلعب فول باور اليوم او رح تتفادى تعرض اي لاعب لاي اصابه اليوم؟ بدنا نربح اكيد، ما في فول باور بس بدنا نربح، يعني الخمسه العارض الملعب هودي فول باور اكيد. برجع بقول لك كل واحد هو لحاله انديفيدجولي بده ينتبه على اصاباته لانه ما بنحمل اصابات. نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك كوتش جورج، يعني رح نشوف صبحي شو رح يصير على ارض الملعب. كنا بنتمنى يكون فريق الحكمه بغير ظروف، عم يلعب بغير ظروف، بس شاءت الظروف انه يصير هيك، بنشوف شو رح يصير.
جايال ثانك يو لك على كل الاحوال. هذه الظروف بهذه السنه كلها غير طبيعيه، انطلاقه بطوله لبنان كانت تحدي كثير كبير، بطوله اكس اكسال انرجي يلي قررت الام تي في من اول ليله انها تطلقها وتعيد هاللعبه بمساعده ومسانده الاتحاد اللبناني لكره السله الى كل بيت بلبنان. هيدا الشيء صار، عم نوصل على الختام، ولكن بدي اقول كمان بالنسبه للظروف الغير طبيعيه بعد ما نسمع المدربين في مباراه كان لها سابقه تشبه السابقه بين الحكمه والرياضه، بس خلينا قبل نسمع المدربين جورج جعجع وجو غطاس. صار عندي هون انا برنس مع الطابه عم ينزلها لتحت لعند هايك هون. اورايت جي اميديتلي سب ذس باك سكرين لعلي اوكي، ومن بعدها بتتكفى بزيرو، يعني من بعد ما ينزل علي اذا ما عنده شيء هيز غانا بوش اوت اميديتلي جي سات سكرين. فإذا كنت عم أقول قبل هالمباراة كان في سابقة لمباراة بتشبهها وتحديدا ب 12 شباط 2001، جمهور الرياضي بوقتها الفريق كان بقيادة المدرب العراقي قصي حاتم، طلع على غزير الحكمة فول باور مع إليم شنتف وفهد الخطيب وأسان نداي، وبوقت الحكمة أيضا كان بضم إبراهيم بشارة وكوكب من النجوم، والحكمة كان مرشح ليفوز بهيدي المباراة. الرياضي كان غايب عنه توني داوسون كلاعب أجنبي، كان عم يلعب بأجنبي واحد كان بوقتها هو كيف جاتلن، إضافة إلى ياسر الحاج، جاسم أنصو، هاني الزاخم، وليد دمياطي. قدر الحكمة الرياضي ب 12 شباط 2001 يفوز بغزير، كانت من أصعب الأيام إنه حدا يقدر يفوز على الحكمة بغزير بنتيجة 81-76. اللقاء رقم 122 بين الرياضي والحكمة، بالتفوق الرياضي 78 مباراة ربحان من أصل 122 على الحكمة، مقابل الحكمة ربحان 43 مباراة. كمان بصعود نادي الحكمة من سنة 1994 لل 2004 التقوا هالفريقين بهالعشر سنين 44 مرة، الحكمة ربح 27 والرياضي 17، ولكن من سنة 2004 لغاية هيدي السنة الرياضي قدر يعمل 61 فوز مقابل 16 للحكمة. عم نحكي كثير عن هالمباراة لأنه هيدا الديربي، ديربي بيروت، هيدي المباراة يلي بينتظرها جمهور الباسكت وجمهور الرياضة. على كل الأحوال اليوم عم نشوف رئيس نادي الحكمة البريزيدون إلي حشوشي يلي موجود على البنش لأنه فريقه بحاجة له، ولأول مرة رح يكون موجود على البنش، بينما رئيس نادي الرياضي المهندس مازن طبارة على المنصة الرئيسية. كمان بإطار المفارقات بهيدي المباراة، الحكمة للمرة الأولى هيدا الموسم رح يلعب باللون الأخضر، بينما الرياضي عم يلعب باللون الأصفر التقليدي، طبعا اللون التقليدي للنادي الرياضي. الحكمة بكل سيزن كان عم يلعب بالأبيض وقات بالأسود، ولكن اليوم قرروا يلعبوا بالأخضر. مروان إيجو إضافة لبولس أيم وكلود أبي جبرايل هن حكام المباراة الليلة. أول خمسة من ناحية نادي الرياضي بيروت، بطل لبنان أمير سعود، جيرار حديديان، وعلي فرحات، وهايك كوكوشيان. أما من ناحية نادي الحكمة مايكل صدقة وبوبو وكريستوف خليل. بالوقت كمان بدنا نقول إنه جاد نمر عنده بعض العوارض، يعني ما بنعرف بعد إذا هو لاقط كمان مثل مايك حداد الكورونا أو لا، ولكن من ضمن شروط الاتحاد اللبناني لكرة السلة إنه يكون في تست قبل المباراة، بينعمل رابيد تست ليعرفوا اذا في شيء لعيب مصاب، وثائبت بهيدي المباراه الحكمه طلع عندهم لاعب مصاب واول خطا بهالمباراه. يعني اليوم الحكام راح يواجهوا صعوبه كثير كبيره لانه الحكمه عنده خمس لاعبين فقط، وبالمناسبه هون بالقانون مشاهدينا يعني لو بقي لاعبين فقط على الملعب بتستكمل المباراه، لو بقي لاعبين فقط المباراه بتكمل بشكل طبيعي. إليو سعد يلي عم يرتكب الخطأ، أمير سعود هداف بطولة لبنان لكرة السلة،
واكيد يعني الامير من اللاعبين يلي رح يرجعوا على منتخب لبنان، وكنا شفنا هالخطوه الممتازه من امير ايضا ولقائه برئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة الأستاذ أكرم الحلبي بداية هالموسم، لأنه بعرف كثير منيح أنا أنه الاتحاد اللبناني وأكرم الحلبي همهم هو منتخب لبنان، لو أنه الغيابات رح تأثر كثير على المنتخب. والعرقجي مصاب وعلي حيدر مصاب، تياغو أكيد يلي موجود على المدرجات، والسبب هو أكيد الخلافات بين إدارة نادي الحكمة السابقة واللاعبين يلي رافعين دعاوي على نادي الحكمة، وبالتالي ما بحق للفريق أنه يوقع مع لاعب. الفيبا راسل الاتحاد اللبناني وأوقف تياغو مخلوف، الريباوند كان لجيرار حديد ديان. علي فرحات الرياضي اليوم ما عم بيلعب علي منصور، لألكن ليش؟ لأنه اعتبر الرياضي انه بيعمل دائما هو يعني فحوصات للاعبينه، علي هو اوطى مناعه بين اللاعبين، قررت الاداره انه ما ينزل على الملعب تا ما يكون في بعد شيء، لاعب من الحكمه لاقط الفيروس كورونا وينقله لعلي وعلي ينقله للفريق. قديش حساس هالموسم طبيا وقديش حساس بظروفه الصعبه بالوقت يلي عم تتسجل الباسكت هون مع اعلى البورد عن طريق بوبو، واحد من اللاعبين اللي اثبتوا نفسهم بهيدا السيزون. علي فرحات لجيرار حديديان من المسافه البعيده ما بيسجل، ايربول تورن اوفر على النادي الرياضي. كمان علي مزهر بالميله الثانيه، كتار كتار الاصابات، 8 غيابات بنادي الحكمه، يعني الغيابات كثيره بتاثر على الفريق بكل تاكيد. الرياضي اليوم اذا فاز عم يوصل مره جديده للفينال، وبالتالي هو بانتظار الفائز من مباريات الشانفيل واطلس. هل الشانفيل والرياضي رح يروحوا يلعبوا مره جديده بفاينل بطوله لبنان؟ وهل الشانفيل رح يقدر يروح على الفينال ويقدر يفوز بلقب مش سهله قدام الرياضي؟ لانه الرياضي عنده خبره النهائيات، اكثر الفرق اللبنانيه احرزا لبطوله لبنان والبطولات الخارجيه ايضا. 4-2 الحكمة عم بيتقدموا بانطلاقة هالمباراة على أرض النادي الرياضي بالمنارة. هايك باس لعند جيرار حديديان، بده ينتبهوا كثير منيح لاعبين الحكمة، 5 لاعبين فقط، يعني اطلب من مخرجنا جورج خليل إذا بيقدر وقتها نفرجينا بنش الحكمة ما عليه ولا أي لاعب بس الإداريين، سابقة يعني هيدي بمباريات الرياضي والحكمة، فقط الاداريين والجهاز الفني لنادي الحكمه، هيدا هو، ما في ولا اي لاعب من الحكمه. بنشوف البنش والغيابات الكثيره، جيرار حديديان على الفري ثرو لاين، بده فرصه يعدل الارقام وبينجح يعدل الارقام. حكمة على الأوفنس، كريستوف خليل من اكتشافات نادي الحكمة هالسيزون ما بيسجل الريبون، كمان لكريستوف خليل بيحصل على الخطأ من جيرار حديديان، بيحصل على الخطأ من جيرار حديديان وراح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. يعني اليوم دائما بنقول انه بالمباريات اللي بتشبه هالمباريات اكيد الظروف صعبة، ولكن التاريخ دائما بيحكي عن قصص صارت غير متوقعة، ممكن تكون هذه المباراة واحدة منهم. خلينا نتابع، شفنا المباراة الماضية كيف الحكمة قدر يعمل فيري جود جيم بمواجهة النادي الرياضي. أكيد 100 متفرج موجودين بالوقت اللي عم نشوف فيه الجهاز الفني للنادي الرياضي، مدرب فريق السيدات ومساعد مدرب الرجال مروان دياب، وبالإضافة إلى الكوتش رنا بازازو. أمير سعود، أمير سعود ما بيسجل، الريباوند لبوبو، بوبو بسرعة طالع على الفاست بريك، أوه يا بوبو، والريباوند لإليوساد، أوفنسيف ريباوند، بوبو شو كنت عم تعمل يا بوبو؟ بالوقت اللي عم نشوف فيه أمين سر نادي الرياضي تمام جارودي، بوبو عنده جامب ما بيتوقف إذا أخذ بستاب، وكنا شفنا اجمل بلوك شوتس لهلا بالبطوله انعملوا بوبو عملهم. بوبو بيعمل الستيل جيرار حديديان، بيرجع كريستوف خليل بجرب يقطع، كريستوف خليل وصل له اياها لمايكل صدقه ما بيسجل، الريباوند لمين رح يكون؟ للصدقه كمان، تبقى لمصلحه نادي الحكمه، ومن نقطتين ايضا عم بيسجل فريق نادي الحكمه مره جديده،
والحكمة اللي فعلا عم بيعمل بداية ممتازة بمواجهة الرياضي على أرضه بخمس لاعبين فقط. خمس لاعبين فقط عم بيقدر الحكمة يمشي مع الرياضي. أمير سعود الحكمة هو اللي عم يتقدم 9-4. أمير هيك مباريات أيضا لكل اللي بيعرفوا بالباسكت ممكن تكون ردة الفعل عكسية. واليوسعد بيعمل البلوك شوت، يعني إذا فاتوا اللاعبين الرياضي مفكرين إنه الحكمة بخمس لاعبين، ما الحكمة ما عندهم شيء يخسروه، لهيك عم بتشوفوا عم بيعملوا مجهود كتير كبير، عم بيقلعوا بشكل ممتاز بالمباراة. هيدي دايما النفسية اللي بتلعب دورة بهيك مباريات وبهيك أوضاع. بالوقت يلي هايك عم بيسجل أولى نقاطه بالجيم بنزل فير إلى 3-9-6. بوبو بجرب يخترق على البيس لاين ولكن الحكم كان قريب. كلود أبي جبرايل بقول في أوت، تورن أوفر على بوبو. بوستاشن رح تنتقل لمصلحة النادي الرياضي. علي فرحات مان تو مان ديفنس من الحكمة على الرياضي. كريم زينون، أمير سعود، أمير سعود بوصل له إياها لهايك. هايك بده يخترق على الباسكت، أوه حلو كثير من هايك. كوكو جام بيخترق وبيقدر إنه يسجل. بالوقت يلي بدنا نقول كمان إنه اليوم الصوب منه كثير مأثر بقاعة الرئيس صعب سليم بالمنارة، لأنه الرياضي شغلوا الأيسيات بالملعب وبالتالي الصالة مبردة حالياً. إليو سعد بيجرب يخترق. إليو هايك بيعمل الستيل. علي فرحات سريع كثير، علي فرحات على الفاست بريك، علي فرحات للزينون. أمير سعود يخترق كمان على الباسكت وأمير بيسجل بالفنتريشن. أمير سعود نقطته الرابعة بالمباراة وبيعطي التقدم للرياضي 10-9 بهالكوارتر الأول. عم نشوف الرياضي اللي هو أفضل فريق بسجل نقاط لقبل انطلاقة هالمباراة بالريجلر سيزون. سجل الرياضي 1087 نقطة، عم بيسجل لهلأ بس 10 نقاط بالكوارتر الأول. كريم زينون عن آرك الثري بوينتس، بيسجل الزينون أول وحدة ناجحة عن آرك الثري بوينتس. والرياضي عم يطلع بالفارق إلى 13-9. جو غطاس عم بيطلب تايم أوت، ما بده يخلي أبداً الرياضي يفوت بالجو. لهلأ الأمور ماشية بطريقة ممتازة وبوبو عم بيسجل كمان، عم بيخترق يلاقي الجاب بالديفنس ويقدر إنه يسجل تحت أنظار رئيس نادي الحكمة إلي حشوشي يلي موجود على البنش. بالوقت يلي بوبو عنده فرصة عن الفري ثرو لاين ليرفع نقاطه بوبو ويقدر إنه يسجل مرة جديدة. بوبو أربع نقاط لهلأ بالجيم. مروان إيجو عم يتأكد على مين يحتسب الخطأ. بوبو على الفري ثرو لاين، فارق نقطتين. بوبو بيعمل نقاطه خمسة وبيقلص الفارق بوبو لنقطة واحدة. 13 الرياضي، 12 الحكمة بالكوارتر الأول من المباراة الثالثة بالفاينل فور. قبل هلأ الفريقين كانوا التقوا بموسم 97-98 بوقت الحكمة ربح 3-2 بفاينل فور بطولة لبنان. السعود ما بيسجل. هايكل بلوك شوت من مايكل صدعي اللي بيطلع قريبا. كريستوف خليل مان تو مان ديفنس كمان من الكوتش جورج جعجع. بتعرض لتراب، عم بتعرض لتراب ولكن زكي كريستوف خليل وصار في مس ماتش لمصلحة مايكل صدقة لأنه بالسويتش صار كريم زينون هو عم يدافع على مايكل صدقة وبالتالي مايكل صدقة بيحصل على الخطأ. طبعا رح تكون لمصلحة الحكمة. بوبو كريستوف خليل عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لجيرار حديديان. فاست بريك سريع من الرياضي ولكن ايضا الترانزيشن ديفنس عم تكون سريعه من الحكمه وجيرار كان طالع لا يستعرض. اليو سعد بيرتكب الخطا، اليو الخطا الثاني الشخصي. كوتش جو غطاس عم بيقول لهم للاعبينه
ما يعملوا ريتش على الديفنس، يعني ما يجربوا يطلعوا يعملوا بلوك شوت او يجربوا يعملوا اي بادي كونتاكت، لانه الخطا ممكن يكون بانتظارهم. واليوم الاخطاء مش مثل اي مباراه ثانيه، عنده خمس لاعبين ما عنده غيرهم هن الخمسه يلي على الملعب. جيرار حديديان راح يكون موجود على الفري ثرو لاين بالوقت يلي في تبديل عم يتحضر بصفوف النادي الرياضي. جو ابي خرس عم يتحضر للدخول لارض الملعب. جيرار حديديان بيسجل وجو رح يدخل للمباراة، وجيرار رح يطلع ليرتاح على البنش. هدو ريتم المباراة بلشت سريعة بين الفريقين، كنا عم نشوف الرياضي هو يلي عم يلحق الحكمة بالوقت يلي بوبو بجرب يخترق وبيحصل على الخطأ، خطأ على كريم زينون، الخطأ الشخصي الثاني على كريم زينون. بوبو اللي عمل موسم ممتاز مع نادي الحكمة دفاعيا وهجوميا، اكيد اليوم يعني اللاعبين يلي مثل بوبو اخذوا فرصتهم بغياب اللاعبين الاجانب اكثر. طب رح تكون عمر الحاج خارج الملعب لمصلحة نادي الحكمة، تسديدة على مسافة النقطتين، الحكم مروان ايجو بيقول وكريستوف خليل بيقدر انه يسجل وينزل الفارق لنقطة 15-14. علي فرحات يعني كل الحكي اللي حكيناه قبل المباراة كان بيعتقد للي عم يتابعنا انه الرياضي رح يطلع بفارق كبير بالكوارتر الأول. مايكل صدقة عم يرتكب الخطأ برضه بيرجع جو غطاس بنفس التعليمات، ممنوع الفولات بهالمباراة، بجرب قد ما في حافظ على لاعبينه. هلا حنشوف سابقة انه يكمل فريق مباراة بالفاينل فور ببطولة لبنان بأربع لاعبين، ممكن هيك هيك هالسيزن بوجود الكورونا والأزمة الاقتصادية وبوجود كل شيء هو سيزن للتاريخ، بركي بتكون هاي المباراة للتاريخ. كمان كنت عم قلكم هالفريقين يلي التقوا سنة 2006-2007 بالفاينل فور، بوقتها ربح الرياضي 3-1، 2008-2009 كمان التقوا بالفاينل فور، الرياضي ربح 3-0، بال 2010-2011 ربح الرياضي كمان 3-0، وهيدي المباراة بالفاينل فور هي الرقم 18، الرياضي يلي ربحان لقبل هلا 13 مرة على الحكمة بالفاينل فور، والحكمة ربحان أربع مرات. علي فرحات دخل علي منصور، يعني بأول جيم ما كانوا بده يخاطروا فيه الرياضي قلت لكم بسبب حسابات طبية، ولكن عاد أدخلوا الكوتش جورج جعجع لأنه المباراة مثل ما عم بتشوفوا عم بتكون كلوز بين الفريقين 18-16. مان تو مان ديفنس بوبو، بوبو بين كل لاعبين الرياضي، قال يساعد عن ارك على 3 بوينتس، ما بيسجل الريباوند لعلي فرحات لعلي منصور، الرياضي عم يسرع اللعبه هون بالوقت يلي علي فرحات بيستلم الاسيست من هايك كفوشيان وبيكمل على الباسكت، وعلي فرحات بيعطي التقدم للرياضي 20-16 بفارق اربعه. مان تو مان ديفنس كمان تحت الباسكت، مايكل صدقه بيقدر انه يسجل، واسيست ممتاز من بوبو، عم بيكون في تراب على بوبو وبالتالي عم بيكون في لاعب حكما فاضي تحت الباسكت عم بيستلم الاسيست بطريقه مرتاحه ويسجل مايكل صدقه. علي منصور بجرب يخترق ديفنس الحكمه بالطريق بالوقت يلي علي تحت الباسكت لجو، علي وجو بيعملوا سو وجو بيسجل وبيحصل على الخطأ وعنده فرصة الأند وان. عم نشوف هون تشو لعلي منصور، لاعبين بده يسكروا على علي، وتشو لقى الجاب بالديفنس ولقى الطريق مفتوح ليكمل على الباسكت ويسجل تشو أبي خرس، وراح يكون عنده كمان فرصة إضافية على الفري ثرو لاين ما عم بيسجلها. الرياضي عم يتقدم 22-18، دقيقة ونص لنهاية الكوارتر الأول، بوبو بياخذ التعليمات من جو غطاس
بيطلع على الأوفنس ليواجه دفاع المنتمن ديفنس من النادي الرياضي. بوبو لكريستوف خليل عن آرك الثري بوينتس ما بيسجل. أمير سعود بالتاتا الريباوند. مازن منين دخل للملعب. جوا بخرس على الفاست بريك ما خلوا دفاع الحكمي يتنظم ابدا ابدا. لاعبين الرياضي ما فيك تعطيهم نفس. يعني الحكمي عملوا تسعة دقائق ممتازين. الرياضي بيقدر بلحظات يرجع يكبر الفارق. بوبو مره جديده عم يجرب يحصل على الفاول وفرصه الاند وان من وقت يلي كابتن النادي الرياضي جان عبد النور عم بيدخل لارض الملعب. يعني اللي اكيد هلا يعني كنا نحن وكل المتابعين بانتظار الشانفيل بالفاينل ليكون معه علي حيدر وفادي الخطيب، ولكن علي اصيب للاسف خارج ملاعب كره السله وراح يغيب لفتره منا قصيره ابدا، وحتى راح يغيب عن منتخب لبنان. نتمنى له السلامات. فادي الخطيب عنده اصابه بركته ما راح يكون موجود ابدا بالفينال. بيبقى اسماعيل احمد يلي لهلا الاخبار ضبابيه حول اي فريق رح يلعب لانه اسماعيل احمد في حديث عن عروض من الشانفيل والرياضي، ولكن لهلا ما في شيء مؤكد. اداره الرياضه بتقول انه هي بتمتلك وعد من اسماعيل احمد اذا بده يلعب بيلعب معه، وزيد الشيء الشانفيل بدنا ننتظر قرار اسماعيل اللي لهلا بعده مش واضح. بالوقت يلي في خطا لمصلحه اليو سعد 27-20. جورج جعجع اكيد اللي استلم فريق النادي الرياضي بهالسيزون بدلا من الكوتش احمد فران يلي غادر الى الدوري الكويتي لكره السله مثله مثل كثير مدربين ببدايه جائحه كورونا. ولكن جورج جعجع ومجموعه المدربين اللبنانيين هذا الموسم اثبتوا انه الباسكت اللبناني مثل ما هي بتورد لاعبين لبرا كمان قدرت تورد مدربين. اليو سعد على الفري ثرو لاين ما عم بيسجل. اليو واحدة من اثنين. الحكمة ما عم بيخلي الرياض يرتاح ابدا بهالكوارتر الاول. علي منصور شو بخرس لمازن النيمي. مان تو مان ديفنس بعده دفاع على الحكمة. مازن منيمني بيستلم من امير سعود. امير اوبن شوت عن ارك على الثري بوينتس ما بيسجل. وجان عبد النور عم بيحصل بعد نشوف الخطا. بوش على جان عبد النور. الخطا على جان عبد النور في بوش، وبالتالي عم نشوف هون بالاعاده واضحه واضحه جان عبد النور بيعمل بوش. طب رح تنتقل لمصلحه نادي الحكمة. لهلا عن ارك قال 3 بوينتس الحكمه 0 من 4 عن ارك قال 3 بوينتس. الرياضي 2 من 5 نسبه 40%. اكيد اي فاول هلا فريقين صاروا بالبونس، واي فريق اي خطا على اي حدا رح يكون في تسديدتين على الفري ثرو لاين. بوبو عم بيستفيد على الفري ثرو لاين ليصير افضل مسجل بالجيم بالتسع نقاط لبوبو من اصل 23 نقطة مسجلهم الحكمة. علي منصور بيجرب يسجل على البازر النادي الرياضي. علي منصور تورن اوفر على علي منصور وعمر الحاج في خطأ على جو ابي خرس. خطأ على جو ابي خرس بيطلب الإعادة الحكم. نطلب من المخرج جورج خليل نشوف الإعادة لآخر فاول. خلينا نشوفها. نعد لك اياها. بدنا بعد إعادة من غير زاوية، هون عم نشوفها. إذا فينا ناخذ الكاميرا الأولانية جورج، أول كاميرا. هاي. نشوف قرار الحكم بول سقيم. تو شوتس في تسديدتين. تسديدتين الإعادة التلفزيونية أكدت إنه في خطأ، وعمر الحاج رح يكون موجود على الفري ثرو لاين
عمر مع بسجل الأولى، باقي أعشار من الثانية لنهاية الكوارتر الأول. لاعبين الحكمة يلي رجعوا دخلوا للملعب أكيد لأنه أعشار من الثانية بالباسكت ممكن تحكي. واحدة من اثنين، الحكمة عم يقلص الفارق لثلاثة وانتهى الكوارتر الأول. فإذاً 27-24 ما بين الحكمة والرياضة بإطار المباراة الثالثة بسلسلة مباريات الفاينل فور لبطولة اكس اكسل انرجي بطولة لبنان لكرة السلة. نرجع نحن وياكم لقاعة الرئيس صائب سليم بالمنارة، بنرجع لمباراة الرياضة والحكمة، وبنرجع أكيد للمباراة رقم 122 بتاريخ لقاءات الفريقين، نرجع للمباراة رقم 19 بتاريخ لقاءات الفريقين بفاينل فور بطولة لبنان، ولكن هيدي السنة بطولة اكس اكسل انرجي بطولة لبنان عم تشهد على لقاء تاريخي بين الرياضي والحكمة. الرياضي يلي مسيطر على كرة السلة اللبنانية من 2005 عم بيواجه الحكمة اليوم يلي عم بيفرج انه هو فريق عنيد ايضا رغم كل الظروف. 8 لاعبين غايبين عن فريق الحكمة، عم بيواجهوا واحد من اقوى الفرق باسيا دون منازع عن نادي الرياضي بيروت بالمنارة بأرضه، والحكمة عم يقدر لعلها يقدم كوارتر أول ممتاز. مثل ما قلت لكم هيدا السيزن من بطولة اكس اكسل انرجي عم بيكون سيزن تاريخي بكل ما للكلمة من معنى. على كل الأحوال بكرة كمان المباراة الثالثة بين أطلس والشانفيل، مباراة رح تكون الساعة 4 بملعب نادي الشانفيل بديك المحدة، رح تتابعوها مع الزميل شرب الكريم. واكيد هذه المباراه في حال فوز الشانفيل رح نروح بقى على فينال بطوله اكس اكسل انرجي يلي بينطلق نهار الاربعاء بالنصف الاسبوع. على كل الاحوال الكوارتر الثاني كوتش جورج جعجع ادخل علي منصور وادخل جان عبد النور لاعب الخبره. جان عبد النور جورج شاف انه الحكمه ما مسلمين ابدا، شايف انه عم بيقاتلوا وخاصة اليوم مثل ما قلت لكم للمرة الأولى هيدا السيزون عم بيلعب الحكمة باللون الأخضر، وللمرة الأولى هيدا السيزون عم نشوف الحكمة والرياضي عم يواجهوا بعض بالألوان التاريخية الأصفر للرياضي والأخضر للحكمة. مان تو مان ديفنس ما تغير. بوبو تورن اوفر على نادي الحكمة، الفاست بريك مع علي منصور، علي منصور لمازن منيمي في ووكينج تورن اوفر ووكينج، وبالتالي الطابة رح تنتقل لمصلحة نادي الحكمة. 27-24 إذا نطلع على الإحصاءات وبالتورن اوفرز الحكمة عاملين 4، الرياضي عاملين 2. بالريباوندز الحكمة متفوق على الرياضي، 12 ريباوندز للحكمة مقابل 7 للرياضي. بوبو مان تو مان ديفنس، عمر الحاج لآلي وسعد مان تو مان ديفنس بعد متابع من النادي الرياضي. كريستوف خليل بيهرب من الديفنس بياخذ تسديدة جديدة من نفس الكورنر اللي سجل فيه بالكوارتر الأول، وكريستوف خليل عم بيسجل نقطته السابعة بهالجيم وينزل الفارق لنقطة واحدة 27-26. الضغط اللي كان على نادي الحكمة قبل انطلاق المباراة انتقل لمصلحته مش عليه بالوقت اللي عم يحصل الجو بخرس على الفاول. اليوم بكل فرق العالم بيكون في ناس متخصصين اذا بدكم الطب النفسي خليني اقول الرياضي تحديدا، يعني اليوم في عنا ناس يلي بيعطوا ببعض المحلات طاقة إيجابية للفريق يلي بيطلعوا اللاعب من الاسترس يلي عليه. التجربة اللي مرق فيها وائل عرقجي بالسمر ليك بالان بي اي بتحكي عن كثير قصص نحن بعاد عنا حتى بالعالم العربي واسيا، مختصين لحتى يبعدوا اللاعب عن ضغط السوشيال ميديا وكل هالامور. عم نحكي هيك لانه اليوم شفنا قبل انطلاق المباراة لاعبين الرياضي اعتقدوا انه رح تكون ايزي جيم بمواجهة الحكمة اللي عنده فقط 5 لاعبين، البريشر انتقل على الرياضي والحكمة قدر يجاري لهلا بالجيم بظروف غير طبيعية. كريستوف خليل ما بيسجل بالوقت اللي مايكل صدقه بيلتقط الريباوند، ومازن منيمني تعرض لفاول هون طبعا
مايكل صدقة، ولكن في احتكاك بين مازن منيمني ومايكل صدقة على خير بالوقت يلي عم بيتحضر مارك خوري للدخول لأرض الملعب هو وكريم زينون، تبديلين بصفوف النادي الرياضي عم يتحضروا. كمان بدنا نرجع نشوف الإعادة التلفزيونية مرة جديدة من عند الشباب بالأوبي. جورج بليز، نرجع من عيدها بعد مرة جورج. نشوف قرار الحكام. ان سبورتسمان لايك فاول على مازن منيمني، خطا قاسي كان من مازن منيمني على مايكل صدقه. الاعاده التلفزيونيه للمره الثانيه عم تحسم قرار الحكام اللبنانيه الثلاثه بهالجيم، مروان ايجو، بولس ايم، وكلود ابي جبرايل. مايكل صدقه عنده فرصه يعدل الارقام هون. مايكل على الفري ثرو لاين الاولي ما عم بيسجل منه مايكل صدقه. الوقت يلي مازن نايمني عم يتلقى العلاج، مايكل صدقه ما عم يسجل على الفري ثرو لاين. طيب رح تكون ايضا لمصلحه نادي الحكمه بعد هالان سبورتسمان لايك فاول على مازن نايمني. مارك خوري دخل لارض الملعب هو وكريم زينون. بوبو افضل سكورر بالجيم لهلا بتسع نقاط، بوبو وراء كريم زينون وراء امير سعود بسبع نقاط. علي منصور، علي منصور لمارك خوري من نقطتين ما بيسجل. الريباوند لجان عبد النور، اوفنسيف ريباوند لجان عبد النور. علي منصور مان تو مان ديفنس من الحكمه، اوبن شوت لجو ابي خرس، اوبن شوت من الكي من فوق، ما كان في ديفنس ابدا على جو بيقدر انه يسجل. من مايكل صدقة عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل الحكمه بعد ما سجلوا عن ارك على 3 بوينتس بالوقت يلي كريم زينون لمارك خوري ما بيسجل ايضا. الريباوند لمايكل صدقة وكريستوف خليل طالع على الفاست بريك. ترانزيشن ديفنس كانت سريعه كثير من النادي الرياضي. بوبو، بجرب هو يخترق. بوبو تورن اوفر على الحكمه والفاست بريك مع كريم زينون ما بيسجل. مارك خوري بيلتقط الاوفنسيف ريباوند وبيقدر انه يسجل. واتسو غطاس عم يطلب التايم اوت لمره جديده يمنع الرياضي يبعد اكثر بالفارق. والتايم اوت، خلينا نسمع التعليمات من عند المدربين. لو شو ما صار نحن دايما حدكن. عيش بطولة XXL Energy لكرة السلة. فاول من مايكل صدقة، اتفقنا؟ We're still in green and push the ball as fast as you can. Let's go. بس تعطي جون طور فوق شوي. يلا 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 انتهاء التايم اوت، التعليمات انعطت واكيد تعليمات من المدربين وجايال كمان كله بيعطي تعليمات.
عمر، عمر الحاج في خطأ لمصلعة عمر الحاج. شو أبي خرز دغري بيرفع إيده بقول صحيح في فاول، طب رح تكون من خارج الملعب لمصلحة الحكمة. مايكل صدقة، أطول اللاعبين على أرض الملعب مايكل صدقة. كريستوف خليل، كريستوف مع جان عبد النور، كريستوف خليل ما بيسجل الريباوند، لمين راح يكون كمان لكريستوف خليل؟ وعمر الحاج عن ارك 3 بوينتس، بيسجل عمر الحاج عن ارك ال 3 بوينتس، والحكمه عم ينزل الفارق 32-29. زون ديفنس قلب دفاعه للزون للمره الاولى جو غطاس، رح نشوف شو رد النادي الرياضي. جان عبد النور عن ارك ال 3 بوينتس ما بيسجل الريباوند، لمين راح يكون تحت الباسكت؟ ماركوري بالثلاث على الطابه، علي منصور لجو ابي خرس، ولكن الطابه بتبقى مع مارك كوري. تسديد عن ارك ال 3 بوينتس ما بتتسجل، جان عبد النور من بين الكل، واليو سعد بيعمل بلوك شوت على كابتن النادي الرياضي جان عبد النور بالوقت اللي كريم زينون على الويك سايد بيطلع له اياها لمارك. جو ابي خرس تحت الباسكت في ووكينج على جو ابي خرس، تورنوفر على النادي الرياضي، التورنوفر الثالث على النادي الرياضي. جورج جعجع اكيد تفاجأ بدفاع الزون يلي قلبه جو غطاس، غير دفاعه للزون بهالنزله وبالطريقه هاي اوفنس الرياضي ما كان جاهز، اضطر يغير الاوفنس كوتش جورج جعجع، لاعبينه ما كثير تاقلموا معه، والتورنوفر كان بالانتظار. 32-29 الكوارتر الثاني من هالمباراة، هيدي المباراة الثالثة برجع بذكر بفاينل فور بطولة اكس اكس ال انرجي. شو غطاس ما بده أحسن من هيك أداء من لاعبينه على الملعب أبدا. شوف الرياضي هلا كيف صاروا عم يبرموا الطابة أسهل على الزون، لأنه أكيد الكوتش جورج عرف أنه تغير الدفاع، وبالتالي هون كمان تورن أوفر ثاني على التوالي على النادي الرياضي، وتورن أوفر أيضا على الحكمة. الرياضي هون عطى الحكمة بونص لحتى يطلع ينزل الفارق. جورج جعجع بسرعة بيطلب تايم أوت، تغيير الديفنس طبعا، اضطر بكل تأكيد أنه يطلب تايم أوت ليعطي التعليمات وينظم حاله على الأوفنس. الكوتش جورج جعجع، خلينا نسمع التعليمات. عم نشوف البلوك شوتس ثلاثة للحكمة ولا بلوك شوت للرياضي. بالمقابل ارك على 3 بوينتس برسنتج الرياضي يلي كانت 50% صارت 28%، 2 من 7 على ارك على 3 بوينتس الرياضي، والحكمة برسنتج اليوم 12% بس، 1 من 8 على ارك على 3 بوينتس، 12% من كل المسافات. الرياضي عنده على ارضه بالمناره نسبه 37%، 29 اتمت مسجلين منهم 11، بينما الحكمه نسبتهم على ارض الرياضي بالمناره الليله 43%، 23 تسديده مسجلين منهم 10. مره جديده عن ارك على 3 بوينتس، كريم زينون ما عم يسجل، عوده امير سعود لانه على دفاع الزون، اذا كنت عم تلعب منيح عن ارك على 3 بوينتس فيك تكسر على الديفنس. امير ما عم يسجل، مارك خوري بيلتقط على الاوفنسيف ريباوند، وعلي منصور بيبقى محافظ على الطابه بده يخترق لعند مارك خوري. امير سعود لعند كريم زينون عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل الريباوند لجان عبد النور، ثاني اوفنسيف ريباوند بالجيم لجان عبد النور. علي منصور عنده الرياضي سكند تشانس مره جديده، علي منصور كروس اوفر حلو كثير من علي منصور،
توصل عند كريم زينون بده يخترع على الباسكت امير سعود والديفنس من الحكمه عم بيكون ممتاز بمواجهه ايضا افضل فريق بيلعب ديفنس ببطوله اكس اكس ال انرجي. هيدا السيزون اللي هو نادي الرياضي بيروت هو افضل فريق دفاعي بالريجولر سيزون، والرياضي اللي اتلقى 520 نقطه بهالريجولر سيزون بمعدل 37 نقطة بالمباراة الواحدة. طابع على الاوفنس، اوه موف حلو كثير من مايكل صدقة. برجع مثل ما قلت لجمهور الحكمة ولجمهور الرياضي بداية هيدي الجيم، تاريخ بيشهد على مباراة غير متكافئة بين الفريقين، فجر فيها الرياضي مفاجأة وقتها بمواجهة المشنتف ومواجهة الخطيب وقصان انداي وبمواجهة ابراهيم بشارة ب 12 شباط 2001 بغزير بالريجلر سيزون ببطولة لبنان بوقتها. الرياضي بقيادة وليد طمياطي وكيف كاتلن قدروا يربحوا مع المدرب قصي حاتم على الحكمة بقيادة غسان سركيس وأفضل نجوم العرب وآسيا بوقتها. فالحكمة هلا يقدر يعمل هيدا الشيء ويسجل بالتاريخ، ممكن اليو سعد عم يعطي التقدم بنقطة 33-32 قبل 3 دقائق و46 ثانية على نهاية الكوارتر الثاني. اليو عم بيسجل نقطته الخامسة بالجيم، واليو سعد عم بيحط الرياضي بموقف محرج جدا بأرضه بالمنارة. اليو عم يعمل مباراة ممتازة، 5 نقاط 3 ريباونس وعنده بلوك شوت أيضا وأسيست. اليو سعد اللاعبين الصغار بنادي الحكمة عم بيعملوا شغل للاعبين الكبار فعلا. تسديدة عن ارك على 3 بوينتس ما بتتسجل، الريباوند لعمر الحاج. عمر هايك بيعمل الستيل، هايك طالع على الفاست بريك، هايك بيسجل باسكت ان لهايك وعنده فرصة الاند وان. هايك على الفري ثرو لاين وهايك بيرجع بيعطي التقدم لبطل لبنان النادي الرياضي حامل اللقب 34-33 يلي عم يفتش على لقب جديد. عم نشوف علي مزهر الغائب الابرز عن نادي الحكمه الى جانب نديم سعيد. نتمنى السلامه اكيد لمايك حداد يلي ببدايه هالمباراه قلنا انه طلع عنده تيست بوزيتيف بالكورونا تيست اللي بيعمله الاتحاد اللبناني قبل انطلاق كل المباريات. مان تو مان ديفنس من النادي الرياضي، بوبو لكريستوف خليل. تتداعي لنهاية الكوارتر الثاني كريستوف خليل. اليو سعد اوبن شوت من نقطتين لعمر الحاج من نقطتين، بيقدر انه يسجل عمر الحاج لمصلحة نادي الحكمة. دبل فيجرز بالنقاط لعمر، نقطته العاشرة بالمباراة، أفضل مسجل بالحكمة بعد بوبو بالوقت يلي علي منصور. علي منصور الخيارات عم بتكون كثير ضيقه للاعبين الرياضي على الاوفنس. هايك ما بيسجل، الريباوند لمين؟ الريباوند لمصلحه النادي الرياضي علي فرحات عن ارك على 3 بوينتس، اوبن شوت بيسجل منها علي فرحات عن ارك على 3 بوينتس وبيعطي التقدم للرياضي من قدام 37-35. كريستوف خليل على الاوفنس، كريستوف خليل بوبو مان تو مان ديفنس من النادي الرياضي ما غير دفاعه الكوتش جورج جعجع. بوبو بده يخترق، بوبو بيحصل على الفاول. بوبو من اللاعبين القليل بالليج اللي دائما بعد ما يحصل على الفاول الطابه بتبقى بايده ليطلعها، وهيدا بيدل على ذكاء. اليوم اللاعب يلي بدل محتفظ بالطابه وحتى لو اوف بالانس رايح وبكبها على البورد في عنده برسنتج كثير عالي انه يسجل، وهيك بيكون عطى فريقه بونس وعطى حاله بونس، وهيدا واحد منهم. على كل الاحوال خلينا نسمع تعليمات المدربين.
انتهى التايم اوت 37-35. اكثر المتفائلين بنادي الحكمه قبل هيدي الجيم بهالظروف، واكثر المتشائمين بالرياضه كان بتخيل هالنتيجه لهلا. الرياضه اكيد برجع بقول شخصيه بطل، فريق الوحيد اللي خسران بمباراه واحده فقط لهلا ببطوله اكس اكس ال انرجي، وبالتالي الرياضه الفريق اللي مسيطر على البطوله بالطول والعرض عم بيواجه اللاعبين الحكمه الصغار اليوم الخمسه على ارض الملعب فقط. اوه شعلوا هالباس، طب بالنهايه لنشوف الحكم شو راح يحتسب. الحكم ما في باسكت، لاعب الحكمه هو يلي مسك الشبك، لو لاعب الرياضي هو يلي مسك الشبك وهز السله كانت الباسكت راح تحتسب. على كل الاحوال مايكل صدقه، نشوف هون علي فرحات يلي صار خارج الملعب او واضحه هون بالاعاده. امير سعود على الكورنر على الارك على 3 بوينتس، مزعج جدا لاي فريق امير سعود، مزعج جدا امير سعود، دبل فيكرز بالنقاط نقطه على 10 بيرجع بيطلع الفارق لخمسه 35-40. بعتقد جو غطاس اذا طلع بفارق هالقد او طلع قريب بهيدي الجيم فعلا بيعتبر حاله عمل مباراه للتاريخ. وعمر العج عم يعمل نقطه ال 12 ليكون افضل سكور لهلا بالجيم. طب لمصلحه النادي الرياضي هايك كوكوجيان عن ارك على 3 بوينتس، وفي خطا لمصلحه هايك كوكوجيان، والخطا الثالث على اليو سعد، الخطا الثالث على اليو سعد. مشكله وين؟ مشكله انه ما عنده ولا اي لاعب على البنش لا يقدر يعطيه وقت ليرتاح لاليو سعد، ولا حتى واضح الخطا جدا، ولا حتى يقدر ينزل لاعب محله اذا طلع فاول اوت. على كل الاحوال جو غطاس لهلا 10 على 10 بهيدي الجيم، كمان مثل ما اعطيت علامه عاليه كثير لجو رجعجع باداره النادي الرياضي اليوم بهالبطوله. المدربين يلي شو ما كانت الظروف انك توقف على بنش الرياضي او بنش الحكمه منا سهلة ابدا، الضغط النفسي اللي بيتعرض له اي مدرب خاصة الجمهورين الرياضي والحكمة ما بيعرفوا انه في حسابات، ما بيعرفوا انه في اصابات، ما بيعرفوا شيء، بيعرفوا انه الخسارة ممنوعة، هيدا ضغط نفسي كثير كبير. هايك كيوكوجيان اليوم 7 نقاط ريباوند و3 اسيست. الرياضي اللي قدر باخر دقيقه الكوارتر الثاني يحسن نسبته كثير عن ارك على 3 بوينتس، 4 من 13 عن ارك على 3 بوينتس، وايضا الرياضي يلي قرب كثير من الحكمه بالريباوندز تحديدا، لانه كنا شفنا الحكمه كان متفوق على الرياضي بالريباوندز. حاليا 22 ريباوندز للحكمه، 21 ريباوندز للرياضي. ومن ناحيه الاسيست واللعب الجماعي الرياضي عنده 13 اسيست والحكمه عنده 7، وبالديفنس لهلا الحكمه بالبلوك شوتس عم بيعملوا شغل ممتاز، لاعبينه عنده 3 بلوك شوتس. نسبه التسجيل من كل المسافات الحكمه بعده افضل من الرياضي بعد البرسنتج 48%، 29 اتم تسجلوا منهم 14، الرياضي على نسبته ل 36%، 38 تسديده سجل منهم 14 و 42 37 فارق عم يطلع هون لخمس نقاط. رح ندخل اخر دقيقه، كريستوف خليل بشوف فيه هايك، كريستوف خليل بده يخترق على الباسكت، بلوك شوت من هايك كوكوشيان، وامير سعود بيلتقط الريباوند، امير سعود وصل له اياها لجان عبد النور لهايك كوكوجيان تحت الباسكت وبيسجل ذكي كثير. هايك كوكوجيان بيسجل نقطه ال 11 دبل فيجرز بالنقاط، والرياضي عم يطلع الفارق حاليا للسبع نقاط، فارق الاكبر بالمباراه لهلا. عمر الحاج تبقى الطابه لمصلحه نادي الحكمه، تورن اوفر على الحكمه، علي فرحات، علي فرحات ما بيسجل الريباوند، اوفنسيف ريباوند لعلي فرحات، طابه بالنهايه الستيل لعمر الحاج، والحكمه صاروا على الاوفنس عندهم فرصه يقلصوا الفارق لاقل من 7 نقاط. مايكل صدقه لعمر الحاج، عمر الحاج جرب يوصل اياها لكريستوف خليل وبينجح كريستوف خليل. هايك كوكوجيان بيصحت على الملعب والهيئة عنده إصابة. هايك كوكوجيان صوت الصرخة واصلة لهون لهايك على سلامة، يلي صار إنه هايك صحت على الملعب. عم نشوف خلينا نشوف هون بالإعادة،
مش هون. دعسة غلط. لويت يعني إصابة منا سهلة. خلينا نشوف هلا. أكيد جو غطاس أكيد الروح الرياضية العالية بيرجع لبنش الرياضي ليطمن على هايك كورجيان، وروني أيضا معالج الفريق عم بيطمن على هايك. الكل صار عم نشوف هون، على الرغم من انه الايسيات يعني، ولكن الملعب ناشف، ما في تصحيط. دعسه غلط من هايك، رح يقوم على سلامه هايك كوكوجيان. نتمنى له السلامه اكيد لهايك. هايك كوكوجيان بيوقف هايك ورح يقعد على البنش. يعني الله يبعد الإصابات عن كل اللاعبين. بلشنا المباراة بحالة كورونا وحالة مشتبه فيها، خلص هالسيزن بس هالسيزن التاريخ صعب على الكل بالرياضة اللبنانية. سلامات لهايك. مروان دياب أيضا مساعد المدرب عم يطمن على هايك كوكوجيان. رح تتابع فازا 6 ثواني لنهاية الكوارتر الثاني. طب رح تكون من خارج الملعب لمصلحة نادي الحكمة. ليكو كيف بينزل التيمبو وقت يكون في إصابة. الكل حتى المعلق حتى الكل كل بيزعل أكيد. منا السلامة أكيد لكل اللاعبين. تسديدة من بوبو. بوبو ما بيسجل، كيد انه يسجل على الارك 3 بوينتس وينزل الفارق. مباراة فازا بالتاريخ رح تنذكر. الحكمة بخمس لاعبين عم بيواجه الرياضي، واحد من افضل الفرق مش بس بلبنان، باسيا، المسيطر على بطولة لبنان بفاينل فور بطولة اكس اكس ال انرجي. الحكمة عم بيمشي مع الرياضي بهيدي المباراة بطريقة ممتازة، ولكن اكيد الرياضي يلي بانتظاره الهاف الثاني لحتى يخلص على ارضه بالمنارة ويقدر يروح للفينال، وبانتظار الفائز من مباراة الشانفيل واطلس. كل هالامور رح نعرفها بالهاف الثاني من هيدي الجيم التاريخية بين الفريقين. يعني شفنا الحكمة بقلب كتير قوي بلاعبين صغار عم بيواجه الرياضي على ارضه بالمنارة بكل رجولة. على كل الاحوال بريك ومنرجع. نرجع نحن وياكم مشاهدي الام تي في ومتابعي الباسكتبول والرياضه عبر الام تي في، شاشه الرياضه الاولى بلبنان هيدي السنه اللي كانت معكم بالفوتبول وبالباسكت كمان، وراح تكون معكم بكثير احداث رياضيه خلال الصيفيه. واكيد عم ننقلكم من ملعب النادي الرياضي بالمناره، المباراه الثالثه ببطوله اكس اكس ال انرجي بالفاينل فور بين الرياضي والحكمه. ال1 مليون شوت راح تكون
اليوم اكيد هيدي المليون ليره المقدمه من اكس اكس ال لا حتى نشوف مين هو اللاعب يلي راح يسجل من منتصف الملعب. كان من المفترض انه هايكي كوكوجيان هو يلي اختارته شركه اكس اكس ال لحتى ياخذ الاتمت من منتصف الملعب، ولكن اصابه هايك ادت الى تغيير اللاعب يلي حتى راح يلعب هيدي الشوت، وراح يكون امير سعود يلي عم ياخذ التسديده من نص الملعب. لنشوف امير يلي عم بيشوط من نص الملعب، وكده يسجلها امير سعود للتسديده. على كل الاحوال يعني المباراه يلي ممكن نشوف فيها حدث تاريخي في حال الحكم ما قدر يكمل المباراه الا باربع لاعبين، لانه ثمان لاعبين غايبين عن الحكمه. وامير سعود مره جديده، الانترتينمنت حتى امير ما بيضيع فيه، عم نشوف من نص الملعب ال1 مليون شوت من اكس اكس ال انرجي عم بتكون من نصيب امير سعود من نص ملعبه بالنادي الرياضي بالوقت يلي اليو سعد رح يكون لاعب الحكمة يلي رح يجرب حظه من نص. او كمان يا اليو الشباب كله اليوم من نص الملعب رح يكون عنده تشانس تانية. خلينا نشوف، ما في تشانس تانية اكيد، هيدا الشو اللي عم يصير هو من ضمن الانترتينمنت يلي بينعمل، واكيد شركه اكس اكس ال انرجي اللي هي شريك اساسي للاتحاد اللبناني لكره السله وللام تي في بنقل وقائع بطوله لبنان لكره السله. الرياضي اليوم يلي عم يفتقد لهايكي كوكوجيان باصابه بحاجه للصوره لحتى تبين مدى قوتها الاصابه، واكيد عم نشوف الارقام حاليا من عند جورج خليل والشباب، وعم نشوف التسجيل من كل المسافات. الحكمة أفضل من الرياضي على أرض الرياضي، 31 أتمت سجلين منهم الحكمة 14 بنسبة 45%، الرياضي على أرضه عنده نسبة 37%، 40 أتمت مسجل 15 عن أرك على 3 بونتس، الرياضي عنده نسبة 30%، 4 من 13 والحكمة فقط 11%، 1 من 9. أما عن الفري ثرو لاين الرياضي 15 اتمت مسجل 10 عنده نسبه 66%، والحكم 8 من 13 61%. بالريباوندز الفريقين متعادلين 23 23، ونشوف الاوفنسيف ريباوندز عند الرياضي متفوق على الحكمه. وعلى كل الاحوال رح انتقل لعند جايل لحتى يكون ومع اللاعب علي فرحات واللاعب عمر حج. الك جايل. يعني عمر، نحن توقعنا باول جيم غير هدول النتائج وتفاجئنا، وعم نشوف قد ايه عندكم فايتنج سبيريت اليوم. شو قال لكم الكوتش وقد ايه عندكم يعني قد ايه يور هانجري تقدروا تضلكم ماشيين مع فريق الرياض؟ نحن اول شيء ناقصين 9 اليوم، كورونا ما كورونا وانجريز، الكوتش انا شو فايتنج سبيريت يعني، ونحن 5 لعيبه ما عندنا شيء يعني ما عندنا شيء نخسره، وي شوينج فايتنج سبيريت، ونشوف كيف تخلص الجيم. نتمنى لك كل التوفيق واداء رائع اليوم عم بتقدم عمر، يعني مثل ما عم بيقول عمر ما عندهم شيء يخسروه فريق الحكمه، وانتم شوي مستلشقين اليوم، شو عم بيصير معكم علي؟ ولا شيء، لازم نلعب احسن اكيد، بس كمان كريدت للحكمه عم بيلعبوا بلا ضغط و It's their game يعني they're playing good. بس هلا انه عادة تاني هاف نجي نلعب احسن، متحسن على الديفنس، نعمل adjustments وحنلعب اكيد مثل النادي الرياضي اللي انتم بتعرفوه. بس طب لك علي، رح نشوف مين رح يقدر يحسم النتيجة على ارض الملعب صبحي. ثانك يو لالك جايال. اكيد الرياضي اللي معروف انه هو فريق الكوارتر الثالث تحديدا، الكوارتر الثالث يلي دائما بيكون تيرنينج بوينت للنادي الرياضي بمبارياته. رح نشوف اذا الرياضي رح يقدر يحقق الفوز رقم 79 بتاريخ مواجهات الفريقين، او الحكمه رح يعمل مفاجاه من العيار الثقيل ويوقف مسيره الرياضي نحو الفينال وفينال بطوله لبنان لكره السله. اكيد 100 متفرج موجودين بالملعب، بملعب قاعة الرئيس صائب سليم بالمنارة لمتابعة هالمباراة بحسب قوانين الاتحاد اللبناني لكرة السلة. بكرة برجع بذكر كل محبي الباسكتبول، مباراة الثالثة بين الشانفيل وأطلس رح تكون الساعة 4 مباشرة على الهواء مع الزميل شرب الكريم. على كل الأحوال الحكمة يلي بخمس لاعبين عم بيواجه الرياضي اليوم مبارياتهم بالفاينل فور، التفوق هو لمصلحة نادي الرياضي، وبنتيجة 13-4 لأنه قبل هالمباراة كانوا التقوا الفريقين
17 مرة، الرياضي ربح 13 والحكمة ربح 4 بتاريخ لقاءات هالفريقين يلي بلشوا بآب 1994. أول مرة التقوا الرياضي والحكمة، الرياضي يلي بوقتها كمان خسر من الحكمة بأول 10 سنين، خليني أقول من 1994 لل 2004 27 مرة ربح الحكمة، 17 الرياضي. من بعدها من عام 2004 لغاية هالسنة الرياضي قدر يعمل 61 فوز مقابل 16 لنادي الحكمة. هيدي الأرقام كلها بتتغير على أرض الملعب، لأنه شو ما كانت الظروف الوقت اللي نحن بانتظار أكيد تصليح الوقت على السكور بورد، السكور بورد يلي أكيد عم نشوف فيها التايمينج واقف. زميل فارس كرم كمان يلي بيكون موجود ليجربوا يحلوا. اكيد كل جمهور الباسكت يلي عم يتابع الام تي في وين ما كنتوا برات لبنان كمان عم بتتابعونا، عم بتتابعوا هالليله الرياضيه. نشوف الحكام شو قرروا هون، في مشكلة بالتايمينج. أفضل سكورر بالجيم لهلا عمر الحج ب 12 نقطة، يعني رح نبلش في 10 ثواني رح يعدون الحكام قبل ما تبلش الساعة تمشي. في مشكلة بالساعة هون، الحكام بيطلبوا إنه يمشي التوقيت. مشكلة هلا على الفريش ماني، إذا بتنتزع أي سكور بورد بأي ملعب مشكلة كبيرة كبيرة. أولى سميتها الكوارت الثالث من عمر الحاج اللي بيعمل بنتريشن بأعلى البورد بسجل نقطة ال 14، مش راح ينسى هالجيم بحياته عمر الحاج. أمير سعود، أمير عن آرك على 3 بوينتس، أمير بيسجل نقطة على 13 عن آرك على 3 بوينتس مرة جديدة. أمير عم بيسجل، أمير من كل المسافات ومن كل الميلات بيسجل كيف قلقس على ملعبه بالمنارة. 47-39 كريستوف خليل كمان عم بيقدر إنه يسجل. كريستوف خليل نقطة التاسعة بالجيم، ما عم بيخلي الحكم الرياضي بعد بالفارق أبدا بفعل مان تو مان ديفنس ببداية الكوارتر الثالث من الحكمة من الكوتش جو غطاس. كريم زينون اوبن شوت عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل منها. جيرار عدديان جرب يعمل الاوفنسيف ريباوند، بيكمل تفوق النادي الرياضي على الاوفنسيف ريباوند. جورج جعجع بيعرف كثير منيح انه عم بيواجه فريق ما عنده شيء يخسره ابدا، البريشر كله على النادي الرياضي. بوبو مان تو مان ديفنس ايضا من النادي الرياضي. عمر الحاج، عمر جرب يعمل البنتريشن، عمر الحاج لاليو سعد توصل طابة، اليو سعد بيخترق على الباسكت ولكن في خطأ على عمر الحاج، خطأ على عمر الحاج، الخطأ الثاني على عمر الحاج، خطأين على عمر الحاج، ثلاث أخطاء على اليو سعد، خطأ على بوبو وأيضا خطأين على مايكل صدعة وخطأ على كريستوف خليل. ليش عم عدلكم فاولات الحكمة؟ لأنه هول هن هاللاعبين الخمسة ما في غيرهم. جيرار حدديان بيسجل من المسافة البعيدة، جيرار حدديان نقطة الرابعة بالجيم، بيعطي التقدم للرياضي بفارق 8 49-41. كريستوف خليل بنعمل عليه تراب وبينجح هون الرياضي انه يعمل الستيل من كريستوف خليل وامير سعود. اوه موف حلو كثير من امير، مارك تحت الباسكت بيسجل الفارق الاكبر للنادي الرياضي على الحكمه بهالمباراه 51-41. مثل ما قلت لكم ببدايه هالكوارتر الثالث، الرياضي هو معروف انه فريق الكوارتر الثالث ممكن يعمل فيه تورنينج بوينت. مرة جديدة الحكمة مع بينجح عن ارك على 3 بوينتس وعلي منصور بوصل له اياها لمارك خوري تحت الباسكت. مارك خوري فيك من مارك خوري وبيقدر انه يسجل
يطلع الفارق ل 12 نقطة، 53 الرياضي و 41 الحكمي، الفارق الأكبر لهلا بالجيم. بوبو بيجرب يخلي الفايتنج سبيريت موجودة، وإليو سعد بيسجل. إليو سعد الحكم كلود أبي جبرايل اللي عم يقود هالمباراة إلى جانب بولس أيم ومروان إيجو، بيقول في باسكت إن لإليو يلي عنده فرصة أيضا على الفري ثرو لاين، وبينزل الفارق لعشر نقاط. خطأ ارتكبه أمير سعود، الخطأ الثالث على أمير سعود. سبع نقاط، أربع ريباوندز، اثنين أسيست، وعنده بلوك شوت أيضا بالوقت يلي علي منصور بيقطع الريباوند. سريع كثير علي منصور على الباسكت، وماركو بلوك شوت كمان من إليو سعد، البلوك شوت الثالث من إليو سعد بهالمباراة، بلوك شوت الرابع للحكمة بالجيم. جديدة عن ارك التريبو، جيرار حادد ديانا عم بيسجل نقطته التاسعة بالجيم. الرياض عم سجل للمرة الثانية عن ارك التري بوينتس بالكوارتر الثالث، جديدة من النقطتين. بوبو بيسجل دبل فيجرز بالنقاط لبوبو، نقطته ال 11، 56-45. الحكمة اللي عمل هاف أول ممتاز بخمس لاعبين بمواجهة الرياضي. خطأ على إليو سعد، الخطأ الرابع على إليو سعد. برجع بذكر بقانون الباسكت، لو بقي لاعبين فقط على أرض الملعب تستكمل المباراة، يعني إليو إذا طلع فاول أوت وهيدي صارت احتمال كتير كبير بالجيم، الحكمة رح يلعب مواجهة الرياضي بأربع لاعبين. كريم زينون عن ارك التري بوينتس، الرياضي بالكوارتر الثالث عم بيكشف عن وشه الحقيقي كمرشح للفوز بلقب بطوله اكس اكس ال انرجي بطوله لبنان. بالوقت يلي الحكمه 45 الرياضي 59، بوبو عن ارك التري بوينتس. الريبوند لمين راح يكون؟ لكريستوف خليل، اوفنسيف ريبوند، ثاني اوفنسيف ريبوند بالجيم لكريستوف خليل. كريستوف لبوبو، بوبو لعمر الحاج عن ارك التري بوينت، بيسجل عمر عن ارك التري بوينت 59-48، نقطته ال 17، افضل سكورر بالجيم عم بيكون لاعب الحكم الرام اربعه بالوقت يلي يعني الرياضي عن ارك التري بوينت كمان مره عم بيسجل، والرياضي 62 حكم 48. وبوبو ما بيسجل، بوبو الريباوند لا مارك كوري، والفاست بريك مع النادي الرياضي. علي منصور بوصليها لمارك كوري بايده الشمال، والتايم اوت بشكل مؤكد عم يطلبوا الكوتش جو غطاس. الرياضي اخذ النفس بالكوارتر الثالث، واكيد لاعبينه عرفوا انه الحكمه لو بخمس لاعبين عم بيقاتلوا على ارض الملعب، لهيك بسرعه الكوتش جو غطاس بيطلب التايم اوت. This is the new Nokia G20. Capture what matters most. Immersed in sight. Surrounded by sound. Always reliable. With 3-day battery life. A beauty, a beast, a keeper. Nokia G20. Love it. Trust it. Keep it. ساعة اللي كان ولك سوبر دكان. انتهى التايم اوت، خمس دقائق لنهاية الكوارتر الثالث من هالجيم. هالكوارتر يلي الرياضي عم بيفرجي عن شخصية الفريق المرشح للفوز بلقب بطولة لبنان. جو غطاس أعطى التعليمات، عنده لاعب يعني قبل المباراة
طلع بوزيتيف بالكورونا. بتمنى له السلامات لمايك حداد، اكيد ما كان عنده عوارض لانه كان فايت ليلعب المباراه، ولكن من ضمن اكيد الاجراءات اللي بتتاخد بهالموسم كل اللي بفوتوا على الملعب بيعملوا رابيد تيست بينتظر النتيجه، وهذا اللي كان شاد ميلر كمان شاكين انه يكون في كورونا. ديم سعيد مصاب، تياجو مخلوف ممنوع يلعب، كل هالظروف والحكم عم بيمشي مع الرياض، الفارق 14 نقطة حاليا. علي منصور لأمير عن ارك على 3 بوينت، اوه ما بينترك ما بينترك امير سعود، ما بينترك ما بينعطى وش كيف اذا على ملعبه على السلة اللي بيتمرن عليها امير سعود، عم بيسجل نقطة 16 ليكون ثاني افضل سكورر بالجيم بعد عمر الحاج يلي معه 17. بوبو جديدة عم تتاخذ ما بتتسجل، اليو سعد ممتاز بالثلاث الاوفنسيف ريبوند، عم ياخذوا خبرة لاعبين الصغار بفريق الحكمة، مش بمواجهة مين ما كان، بمواجهة الرياضي على ارضه بالمنارة بالفاينل فور. 67 52 4 دقائق و5 ثواني لنهاية الكوارتر الثالث. خطأ الثاني على كريستوف خليل، علي منصور جرب يوصل له اياها مره جديده لامير سعود، دائما علي منصور بجرب يعمل بنتريشن على الباسكت، هون بيضطر الديفنس بالحكمه انه يضب، بصير في لاعب على الويك سايد عنده تسديده مرتاحه، امير سعود امير وصل له اياها لجيرار عدديان، ولكن في خطا على عمر الحاج، الخطا الثالث على عمر الحاج، ثلاث اخطاء على عمر الحاج، اربع اخطاء على اليو سعد. هون الحسابات كلها وارده، يعني في حال اليوم الحكمه واجه الرياضي باربع لاعبين على الملعب رح تكون للتاريخ اكيد، ومين غير الام تي في تكون عم تنقلكم التاريخ مثل ما هو بالرياضه اللبنانيه. علي منصور، اوه ذكي كثير علي منصور، جرب هو يلعب باس لنفسه والطابه بتبقى لمصلحه النادي الرياضي. كريم زينون عن ارك على 3 بوينت، كريم بيسجل عن ارك على 3 بوينت، والرياضي عم يطلع بالفارق ل 18 70 52. اليو سعد ستيل من مارك خوري، والرياضي عم بيتقدم بفارق 18 نقطه. علي منصور لعند كريم زينون، كريم زينون تسديد من جيرار عدديان مع البورد، بيقدر انه يسجل جيرار عدديان وبيعمل نقاط 11 دبل فيجرز بالنقاط، والرياضي وسع الفارق ل 20 نقطة 72 51. بتمشي مع الرياضي كوارتر، بتمشي اثنين بس ما فيك تمشي بفريق ناقص المباراة كلها بمواجهة الرياضي. مان تو مان ديفنس من نداء الحكمة، امير سعود جرب يخترق مايكل صدقه بوجهه، امير بياخذ التسديده من نقطتين وبيسجل امير سعود ليصير افضل سكورر بالجيم ب 18 نقطه امير، وبيطلع الفارق 74 54. بوبو اليو سعد، كريستوف خليل بعيد كثير عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل الريباوند، امير لعمر الحاج اوفنسيف ريباوند لمصلحه الحكمه، كريم زينون بيعمل الستيل والباس بريك مع جيرار عدديان يلي بيسجل نقطه ال 13. جيرار عدديان بيزيد باسكت للنادي الرياضي بالوقت يلي جو غطاس عم يطلب من لاعبينه انه يروقوا يخففوا التيمبو على الملعب. الرياضي اخذ النفس، ما فيك تعطيه الجيم السريعه لانه هيدا اللي بحبه النادي الرياضي. امير سعود الفاست بريك مع كريم زينون، وكريم زينون بيسجل كريم نقطة ال 14 بالمباراة، والرياضي عم يطلع بالفارق 78 54 78 54. بدون شك انه لاعبين الحكمة كمان التعب صار واضح عليهم، روتيشن بالرياضي عم بتكون يعني على 8 لاعبين، وكمان ننسى انه هايك بصير في النادي الرياضي، بنتمنى له السلامات الوقت يلي عم ينتهي الثواني. هون الفاست بريك مع النادي الرياضي،
جيرار عدديان وبيسجل مع البور. جيرار عدديان نقطة ال 15 نقطة لجيرار عدديان وعم بيطلع الفارق ل 80-54 دقيقة و 33 ثانية. خطأ الرابع على عمر الحاج، خطأ الرابع على عمر الحاج. أربع أخطاء على عمر، أربع أخطاء على آليو سعد. ريباوند لمستعد آليو سعد. الرياضي عم بيروح مرة جديدة ليقترب كتير من فينال بطولة لبنان. بالوقت اللي عمر الحاج عم بيسجل الريباوند عم بيكون لمصلحة أمير سعود، لمصلحة النادي الرياضي. علي منصور لكريم زينون، تبقى لمصلحة علي منصور. أمير سعود عن أرك الثري بونس. أوه الثالثة بالكوارتر الثالث عم بتكون لمصلحة أمير سعود، وعم بيختار عن أرك الثري بونس. أمير عم بيسجل عن أرك الثري بونس. أمير خمسة من سبعة عن أرك الثري بونس، ونقطة ال 21 لأمير سعود. خمسة من سبعة عن أرك الثري بونس لأمير سعود. الرياضة 83 الحكم 56. أمير بوجو في آليو سعد وصل إياها لمارك خوري تحت الباسكت، بيسجل مارك خوري. أسيست من أمير سعود لعند مارك خوري، والرياضة عم يسيطر على المباراة بالكوارتر الثالث تحديدا. هيدا اللي قاله علي فرحات ببداية هالكوارتر مع جايال، قال نحن فريق بنلعب بالكوارتر الثالث، افضل الكوارترز بيكونوا لنا. بالوقت اللي مايكل صدع من لقطتين عم بيسجل مايكل نقطه الثامنه. اخر ثواني على الكوارتر الثالث. امير سعود، امير بوصل له على مارك كوري، ومارك كوري انتهى على الكوارتر 85-58. 85 الرياضي 58 الحكمه بكوارتر واحد قدام الرياضي ليوصل لنهائي بطوله اكس اكس ال انرجي. لو شو ما صار نحنا دايما حدكن. عيش بطولة XXL Energy لكرة السلة. فازا بنرجع نحن وياكم مشاهدينا للمنارة لقاعة الرئيس صعب سليم. بنرجع لمتابعة الكوارتر الرابع والأخير بالمباراة رقم ثلاثة بين الحكمة والرياضة بهالسيزن من بطولة XXL Energy. وبنرجع للكوارتر يلي ممكن نشوف فيه التاريخ، وبنرجع أكيد لنذكر الحكمة عم بواجه الرياضي بخمس لاعبين. كان في شوية حكي بانطلاق للمباراة عن إمكانية انسحاب الحكمة، لأنه بالنسبة لهم أكيد ما في نلعبه بخمس لاعبين، ولكن إدارة نادي الحكمة أصرت على أن تلعب المباراة. وبالفعل بأول هاف منا عملوا بيج جيم بمواجهة الرياضي، بس مثل ما قلت أنا ما فيك تلعب كل المباراة بمواجهة الرياضي بخمس لاعبين فقط. على كل الأحوال انطلاقة الكوارتر الرابع، أمير سعود أفضل مسجل بالجيم لهلا ب 21 نقطة، وراء عمر الحاج من الحكمة ب 17. أمير بوبو عم يدافع على أمير، أمير بده يخترق بوصل له إياها لجان عبد النور. أوبن شوت عن أرك على 3 بوينتس، والرياضي يلي على البرسنتج كثير عن أرك على 3 بوينتس، نسبة عالية كثير للنادي الرياضي 50% عن أرك على 3 بوينتس مقابل 14% لنادي الحكمة. الفارق 88-58، وخطأ على جان عبد النور. الرياضي اللي عم بيسجل عن أرك على 3 بوينتس مع هالتسديده عم بيسجلوا
12 من 23 عن ارك على 3 بوينتس مقابل 2 من 14 وليكو قد ايه برسنتج الرياضي من كل الميلات عليه من 36% بالهاف الاول من الجيم ل 52% بمقابل الحكمه بعده محافظ على النسبه العاليه من كل المسافات نسبه 48% 88 59 كريستوف عم بيسجل ايضا كريم زينون علي فرحات دخل لأرض الملعب جان عبد النور مع إليو سعد توصل عند علي فرحات إيزي باسكت لعلي فرحات جان عبد النور أكيد إليو بده يكون كتير حذر بهالكوارتر مايكل صدقة لإليو سعد إليو لمايكل صدقة مايكل لعند إليو سعد إليو سعد طابة تورن اوفر على الحكمة علي فرحات بيسجل علي فرحات فاست بريك مثالية من النادي الرياضي والاسيست بتوصل لعند علي فرحات بالوقت يلي إلي حشوشة كمان رئيس نادي الحكمة موجود على البنش نادي الحكمة يلي عاد انتخابه للبريزيدون يحشوشة على رأس الجهاز الإداري أكيد وأكيد الحكمة يلي كمان عم بيحضر فريق فوتبول لسنة الشاي كمان جمهور الحكمة بحب كتير الفوتبول مثل ما بحب كتير الباسكت بالوقت يلي علي فرحات حلو كتير لعند مارك خوري ما بيسجل مارك الريباوند لعمر الحاج عمر الحاج كمل هو على الباسكت ما بيسجل كريستوف خليل بالأوفنسيف ريباوند كمان ما بيسجل إليو سعد تحت الباسكت ما بيسجل الريباوند بالنهاية لجان عبد النور أمير سعود أمير وصلوا يا لعلي فرحات وإيزي لايب من علي فرحات دبل فيجرز بالنقاط أمير سعود 21 نقطة كريم زينون 14 نقطة 11 نقطة لعلي فرحات 11 نقطة لهايك كوكوشيان نتمنى له السلامة و10 نقاط لمارك خوري و15 نقطة لجيرار حديديان من ناحية النادي الرياضي أما من ناحية الحكمة عمر الحاج 17 وأيضا بالوقت اللي عم نشوف هون فاست بريك وفي خطأ على غسان الحاج ولا أوت نشوف الحكم شو احتسب أو عمر الحاج لا عمر الحاج يعني اتخذنا بالفاول لانه لو كان فاول عم نشوفها هون بالاعاده لا الطابه اوت لو فاول كان عمر الحاج رح يصير فاول اوت الطابه لمصلحه جو ابي خرس جو لعند كريم زينون عن ارك على 3 بوينتس ما بسجل جان عبد النور بالطقطة الريباوند طابة بتبقى لمصلحة جان عبد النور تحت الباسكت لمصلحة مازن منيمني عن ارك على 3 بوينتس ما بسجل الريباوند لمين رح يكون لبوبو وفي خطأ على جو ابي خرس خطأ على جو ابي خرس طابة رح تكون لمصلحة نادي الحكمة اوت اوف باوندز اوه حلو كثير كانت من عمر الحاج ما بيسجل منها كريم زينون طابة لمصلحة نادي الحكمة القرار صحيح من كلود ابي جبرائيل لأن لمست كريم زينون مش بوبو 13 نقطة لبوبو اليوم و13 نقطة أيضا لكريستوف خليل إليو سعد وصل إياها لبوبو تحت الباسكت ممتازة هالاسيست حلوة كتير لعند مايكل صدقة يلي بيسجل دبل فيجرز بالنقاط أيضا نقطة ال 12 لمايكل صدقة 94-64 فريق مريح جدا للنادي الرياضي اللي عم يروح للفاينل مرة جديدة علي فرحات عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل بوبو بوبو بده يكمل على الباسكت اوه يا بوبو احكيناه بالكوارتر الثاني اللاعب ما بيترك الطابه حتى لو طلعت صفره من الحكام وبوبو بيسجل مع الباك بورد بوبو عم يسجل نقطه ال 15 بالمباراه بقي 6 دقائق و17 ثانيه
بوبو ما عم بيسجل الريباوند. الشباب اكيد ضيعوا الفوكس بالوقت اللي عم نشوف فيه رئيس النادي الرياضي المهندس مازن طبارة على الجانب الماتر شرب الرزق. امين عامل الاتحاد اللبناني وخطا على كريستوف خليل. كريستوف خليل عم يرتكب الخطا الثالث. لاعبين من الحكمه من الكوارتر الثالث باربع اخطاء، عمر الحاج وإليو سعد. شو عم يخرس بده يجربوا الحكمه حافظوا على الخمس لاعبين على الملعب بالوقت يلي الطابه لمازن منيمني. تورن اوفر على مازن منيمني، بتسحب الطابه منه كريستوف خليل طالع على الفاست بريك وبيسجل. كريم زينون كان عم بيجرب يعمل البلوك شوت ولكن ذكي كثير كريستوف خليل بيسجل نقطه ال 15. علي فرحات وجهه في عمر الحاج. جو ابي خرس طابه صحيح اصطدمت بقدمه لا مايكل صدقه، طابه رح تكون اوت اوف باوند. النادي الرياضي جورج جعجع باول سيزن له مع النادي الرياضي بيروت عم يوصل لنهائي بطوله اكسكسال انرجي. انجاز كبير للمدرب جورج جعجع بالوقت يلي جو ابي خرس مع الباك بورد الرياضي للمره الرابعه بهالجيم عم يستعملوا الباك بورد مرتين مع جيرار حديديان، مره مع كريم زينون ومره مع جو ابي خرس وعم بيسجلوا النقطه 96 بالوقت يلي كريستوف خليل باسكت ان كاونتد اكيد لكريستوف خليل نقطته ال 17 وراح يكون موجود على الفري ثرو لاين كريستوف خليل. الخطأ على جو ابي خرس الخطأ الثالث. خرس راح يكون موجود على الفري ثرو لاين جرب يعمل نقاطه 18 وبينجح يعمل نقاطه 18. ثاني افضل سكورر بالجيم بعد امير سعود ب 21. علي فرحات مع عمر الحاج، جان عبد النور مع اليو، جان عبد النور لمازن منيمني، علي فرحات لجو ابي خرس. جو من نقطتين ما بيسجل تحت الباسكت جان عبد النور بيقدر انه يلتقط الاوفنسيف ريباوند الثالث له بهالجيم ويسجل كابتن النادي الرياضي نقطته الخامسه 98 71. بوبو بوبو ما بيسجل الريباوند لمين؟ طابة لمصلحة النادي الرياضي. اليو سعد بيقوم بالسلامة، يعني جو غطاس بسرعة ركض عند اليو سعد خاف من أي إصابة. رح نشوف هالأربع دقايق و 28 ثانية الرياضي أكيد عم يوصل لنهائي البطولة ولكن هو الأربع دقايق و 28 ثانية بدنا نشوف هل الحكمة يقدر يحافظ على الخمس لاعبين اللي بلش فيهم هيدي الجيم من دون ولا أي لاعب على البنش. الوقت اللي علي فرحات ما عم بيسجل اليو سعد عم يلتقط الريباوند عم يعمل مباراة كبيرة كثير اليو سعد. عمر الحاج بوبو بشوف في مازن منيمني بوبو بده يخترق على الباسكت ما بيسجل الريباوند لمصلحة جان عبد النور. علي فرحات لكريم زينون، كريم مازن منيمني على الكورنر مرة جديدة بيسجل مازن منيمني عن ارك على 3 بوينتس والرياضي عم بيأكد تفوقه بهالمباراة بتسجيل نقطة 101 مقابل 71 للحكمة. كريستوف خليل مايكل صدقة، مايكل بيعمل الموف ما بيسجل الريباوند مين رح يكون لكريستوف خليل ايضا اوفنسيف ريباوند وعن ارك على 3 بوينتس كريستوف خليل ما بيسجل والفاست بريك مع كريم زينون. كريم لعلي فرحات وعلي فرحات بيسجل وتايم اوت لجو غطاس قبل 3 دقائق و 29 ثانيه على نهايه المباراه ما بين الرياضي والحكمه في الفاينل فور. والتايم اوت بكل تاكيد ليريح لاعبينه، شفنا قديش الحكمه وقفوا تقريبا بالكوارتر الرابع وهيدا شيء طبيعي بهيك مباراه بخمس لاعبين المجهود البدني كثير كبير.
هيك تايم اوت هو لحتى يريح لاعبينه، يعطيهم نفس يرجع يقدروا يمشوا مع النادي الرياضي. الماتر شرب الرزق اكيد، يلي ضغط كثير كبير على الاتحاد اللبناني لكرة السلة لتبقى هالبطولة ماشية بسبب كورونا اكيد. مازن طبار عينه على لقب ثاني له كرئيس للنادي الرياضي بيروت. ولكن بتبقى الانظار على المدرب جورج جعجع، مدير فريق النادي الرياضي احمد جودة شاكر. جورج جعجع وفريق عمله مروان دياب ورنا بازازو وايضا روني كمان عم بيوصلوا بالفريق للفينال. ثلاث دقائق و29 ثانية. مية وثلاثة واحدة وسبعين. برجع بذكر كل اللي بيحبوا الباسكت بكرة الساعة أربعة رح تكون مباراة شانفيل وأطلس. طابة لمصلحة الحكمة أوت أوف باوندز. بوبو بده يجرب ما يمشي الساعة. بوبو مايكل صدقة هو اللاعب الوحيد بالحكمة يلي منه بالدبل فيجرز. خلينا نشوف هون ما بيسجل مايكل صدقة. الريباوند ل جامعة النور. تسديدة من علي فرحات ما بيسجل منها عن ارك على 3 بوينتس. اليو سعد بيقطع ريباوند جديد. اليو بالوقت يلي بوبو عم بيسجل نقطه ال 17. بوبو اليو سعد كان عم بيلتقط الريباوند التاسع لإله مع تسع نقاط. ومايكل صدقة الوحيد اللي عنده دبل دبل بهيدي الجيم 12 نقطة 11 ريباوند. الوحيد اللي عنده دبل دبل فإذا ومايكل صدقة 12 نقطة 11 ريباوند. مازن منيمني مرة جديدة عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل. علي فرحات ما بينجح انه يسجل. اليو سعد بيعمل الستيل علي فرحات وبيخلي الاوفنس يرجع لمصلحة النادي الرياضي. مازن منيمني عن ارك على 3 بوينتس ما عم بيسجل. الريباوند لمصلحة كريستوف خليل بالوقت يلي دخل اللاعب عمر الجمل لارض الملعب بصفوف النادي الرياضي اللاعب رقم 18. أصغر اللاعبين على أرض الملعب وعمر العاج عم بيسجل نقطته العشرين بالمباراة. ومرة جديدة عم ينجح على آرك على 3 بوينتس لاعب نادي الحكمة بالوقت يلي جام دنور بوجهوا فيه اليو سعد. جام ما بينجح انه يسجل. الريباوند لعمر العاج والفاست بريك مع بوبو. أوه بتستاهل هالأو يا بوبو حتى لو الفارق كبير. نقطة 19 لبوبو. جامعة النور لتشو أبي خرس. لتشو بيقلب الطابة كلها لعند علي فرحات. كريستوف خليل علي فرحات من نقطتين وبيسجل كثير رايق. علي فرحات بيسجل نقطته ال 15 بالمباراة وال 105 للرياضي مقابل 78 للحكمة. بوبو اخر دقيقة وعشر ثواني من هالمباراة. بوبو بيسجل نقطته ال 21 بالجيم ليصير افضل سكورر بالحكمة وبيتعادل هو امير سعود كل واحد منه مع 21 نقطة بهالمباراة. علي فرحات بنشوف فيه عمر الحاج. علي فرحات توصل لعند عمر الجمل بايده الشمال بيسجل. لاعب الناشئ بالنادي الرياضي عمر الجمل مترين واثنين. عمر بالمناسبة كل عائلته لعمر الجمل ومنهم الشهيد بطل من أبطال الجيش اللبناني الشهيد نور الدين الجمل كلهم بيلعبوا كرة قدم لاعبين بنادي الأنصار معروفين. ولكن الوحيد اللي طلع من العائلة بحب الباسكتبول. جورج جعجع عم بيرتاح أكيد خلص عم بيقول لهم للاعبينه
واكيد جورج شعشع عينه على البطوله، صارت كثير مفتوحه وصارت قريبه، والحكمه عم بينجح انه يخلص المباراه بالخمس لاعبين على ارض الملعب. كنا اعتقدنا انه ممكن يكون في سابقه تاريخيه بانه يكون في اربع لاعبين عم بينهوا المباراه، ولكن خلص جورج شعشع عم بيقول لهم خلص للاعبينه بروح رياضية عم بينهوا المباراة، والرياضي عم يوصل لفينال بطولة اكسكسال انرجي بطولة لبنان لكرة السلة. مرة جديدة الرياضي بالفينال بانتظار الفائز من المباريات اللي عم تجمع الشانفيل واطلس. الحكمة عمل سيزن ممتاز بظروف كتير صعبة وبظروف استثنائية. الرياضي يلي قلع الموسم ببطولة ودية بأرمينيا رفع فيها العلم اللبناني وقلع من بعضها ببطولة لبنان، هيدي الظروف كلها وهالمباريات كلها، وأكيد التحية من رئيس النادي إلي حشوشي للاعبين وللاعبين نادي الحكمة، وأكيد حتى جمهور الرياضي بسابقة على فكرة، حتى جمهور الرياضي عم يزقف للاعبين الحكمة. هيدي السابقة بهالمباراة، واكيد بيستاهلوا زقف لاعبين نادي الحكمه. خلصوا المباريات على ارض الملعب اليوم بخمس لاعبين وقدروا يمشوا مع النادي الرياضي، فاذا هارتك للحكمه، مبروك للنادي الرياضي بيروت الوصول مره جديده لنهائي بطوله لبنان. الرياضي بانتظار الفائز، اذا الشانفيل بكره بيربح على ارضه بديك المحده بينهي المباراه، اذا الشانفيل خلص بكره بينهي المباريات بالفاينل فور، واذا لا رح نروح على مباراه رابعه. على كل الاحوال مبروك للرياضي وجمهوره، هارد لك للحكمه، شكرا لكل اللي تابعونا والى اللقاء.